الحمد لله شكر. قطاعاتنا لا زالت مستمره بعمليه التقدم لتحرير ما تبقى من اجزاء من مدينه الموصل القديمه، بعد ان اكملت قوات الشرطه الاتحاديه البطله تحرير المناطق والاهداف التي اوكلت اليها، حيث تم اكمال تحرير منطقه باب الطوب وسوق الصياغ وايضا شارع النجفي. والان قطاعات الشرطه الاتحاديه تقوم بعمليات التطهير لرفع مخلفات عناصر التنظيم الارهابي. في المحور الاخر، محور قوات مكافحه الارهاب، هي على مقربه ومسافه قريبه من نهر دجله ومستمره بعمليه تقدمها. ايضا قطعات الفرقه 16 مستمره بعمليه التقدم فيما تبقى من الاجزاء والاهداف الموكله اليها. قطعات الفرقه المدرعه 9 وصلت الى ضفه النهر، نهر دجله من الجهه الغربيه، وهي الان تساند وتشارك مع قطعات الفرقه 16 لتحرير ما تبقى من اجزاء من مدينه الموصل القديمه. ما يعيق تقدم القطاعات هو استخدام هذا التنظيم الارهابي للعوائل بالقوه والاكراه والاجبار كدروع بشريه. ايضا استخدام اخر اساليبه بعد ان افلس هو الانتحاريين، سواء من الرجال ومن النساء، لكن ابطالنا تمكنوا من قتل العديد من العناصر الارهابيه التي ترتدي الاحزمه الناسفه. لن تطول مده بقاء هذا التنظيم الارهابي وفلوله فيما تبقى من مدينه الموصل القديمه واجزائها. قريبا ان شاء الله بهمه الابطال تصل القطاعات الى الضفه الغربيه وتفرض السيطره بشكل كامل، وان شاء الله يتم اعلان تحرير الساحل الايمن من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحه الدكتور حيدر العبادي المحترم.